الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية بالقاهرة لمتابعة جهود إنشاء عدد من أسواق نصف الجملة في إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار. ترحيب دولي بتمديد وقف إطلاق النار في السودان لمدة 72 ساعة وسط مناشدات بضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وزير الدفاع الروسي يقول إن واشنطن وحلفائها يعملون على جر دول أخرى لمواجهة عسكرية مع موسكو وبكين. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، أهلا بكم. قام رئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية موسعة بمحافظة القاهرة لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق نصف الجملة. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. الأراضي الفاضية في أي حتة تقدر تستوعب السوق، لازم تعمل زيادة في المعروض غير تقليدية. بالزي الأسواق دي أعمل 10 15 20 سوق زي كده في القاهرة والجيزة في المناطق الفاضية، تتعمل بالطريقة دي. في إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة لخدمة المواطنين، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المناطق بمحافظة القاهرة، والتي شملت مواقع الأسواق الرئيسية الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حي مدينة نصر، أسواق أحمد فخري وكذا حسن المأمون، وبحي المقطم أسواق عمار بن ياسر وكذا سوق المقطم بمحور عبد المجيد محمود، وأيضا سوق حي الأمل وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة. وقد ناقش سيادته القائمين على تنفيذ سوق أحمد فخري. تم انتخاب 5 قطع أراضي لإنشاء أسواق حضرية نصف جملة فن. احنا عندنا فن 5 قطع أراضي، في 2 منهم جنوب القاهرة فن، ده أعلى هضبة المقطم، وفي 3 منهم فن شرق القاهرة. عندنا فن سوق في نادي الشمس فن، وده لخدمة مصر الجديدة. في سوق مدينة الأمل فن لخدمة مدينة الأمل والحي العاشر. وفي سوق اللي سيادتك مشرفنا فيه فندم، سوق احمد فخري، ودوت لخدمه مدينه نصر فندم. بالنسبه لفندم السوق دوت مال مساحه 2.64% فدانه فندم، ده فندم بتقاطع شارع احمد فخري فندم، وفي مع اللي هو عبد الرازق الصنهولي اللي هو في الجنوب فندم، حديقه الطفل اللي هي فندم المتواجده هنا في الجنوب فندم السوق. على نفس النهج ده فندم في سوق نادي الشمس فندم، نفس المساحه تقريبا 2.6 فدانه فندم، وفي سوق فن اللي هو امل سوق مدينه الامل. بص يا هشام، بص يا احمد، احنا اللي عاملينه ده، هو عباره عن نموذج اختباري. نموذج ايه؟ اختباري. يعني مش دي فقط المخطط بتاعنا، تمام، لكن احنا قلنا ايه، بدل ما نفتح نعمل الكلام ده ولان احنا كلامنا فيه ان احنا بنقول ايه، احنا ما بين الجمله في سوق العبور او في الاسواق الرئيسيه يعني، وما بين التجزئه اللي تحت خالص، فحطينا حاجه في النص بين الاثنين، تكلفتها تبقى على المستهلك تكلفه اقل من مش زي الجمله صحيح، لكن كمان مش زي التجزئه العاديه، فده هيخلي الناس بتوع التجزئه برضو تنظم اسعارها شويه. طب احنا عشان نعمل كده عملنا ايه، اخترنا الخمس نماذج دول. تمام. اخترنا الايه، الخمس نماذج دول، وهنعملهم وهنفتتح. انتوا في شهر 6 مش كده؟ ان شاء الله يا فندم 30/6 ان شاء الله، مش كده؟ طبعا يا فندم. ها انت بالنسبه لك انت بالنسبة. انا بس عايز افكرك يا هشام ان ورا منك هنا في سوق على الارض، عارفه السوق اللي وراك؟ ايوه يا فندم. اللي هنا، ايوه يا فندم. الامل، ايوه يا فندم. في سوق في الامل. المفروض ان احنا بعد ما هنعمل ده هنبقى بنفضي السوق ده ونخليه جزء من الايه، جزء من السوق بتاعنا الخير. جزء من السوق بتاعنا ليه؟ عشان الوضع اللي هو فيه، انا عارف السوق ده كويس. ماشي. فاللي احنا بنعمله هنا هو اختبار، لو نجحنا فيه هنعمم. لان الموضوع ده بقى بيننا وبين الناس بتوع الجمله، ان هم اتفقوا معانا ان احنا نعمل لهم حاجه زي كده،
ونوفرها لهم وهم يقدموا اسعار قريبه من الجمله. قريبه يا هشام؟ قريبه من الجمله. فاهم احمد؟ تمام سيدي. قريبه من الجمله. ان عملوا كده معانا هم هيسمعوني دلوقتي وانا بتكلم. تمام. هنكمل ونعمل في بيت الجمهوريه اللي احنا بيت المخدر ان شاء الله. لان السوق زي كده على سبيل المثال ده ما يغطيش مدينه واللي عند نادي الشمس ما يغطيش مصر الجديده. لا طب انت بتتكلم في ملايين من البشر عايزين يخشوا يشتروا ويجيبوا حاجتهم. لكن لو نجحت الفكره ولقينا ان هي فعلا التكلفه بتاعت الاسعار فيها فعلا تكلفه الجمهور حس بالفرق طب هنكمل. هن ايه ان شاء الله هنكمل. حاجه ثانيه؟ لا فهم. حاجه ثانيه يا شباب. كل سنه طيبين. شاكرين. السلام عليكم. وايضا تابع سيادته اعمال الانتهاء من سوق حسن المأمون. انا شايفه ده هيخلص امتى؟ ان شاء الله فندم خرسانات فندم هنخلص ان شاء الله 30/6 وواجهات ان شاء الله فندم 15/7 ونهو المشروع بالكامل ان شاء الله فندم 30/11 باذن الله كله يعني على شهر 12. انت عارف ده هيعمل نقله كبيره جدا للمنطقه هنا ان شاء الله باذن الله فندم. باذن الله. متشكرين. اوامر فندم. صوتك طيب. وفي حي المقطم تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير الأعمال في تنفيذ سوق محور عبد المجيد محمود. أثناء فندم رفع كفاءة شارع المقطم وجدنا فندم تكدس في المساحة المرورية ووجود عشوائيات. وبالدراسة والعرض على سيادتك فندم سيادتك صدقت على إنشاء مجمع أسواق المقطم وكذلك سوق عمار بن ياسر بإجمالي مساحة 15 فدان بدلا من 3 فدان. لا ده كام؟ ده فندم 6.8 6. هو وعمار بن ياسر 15 فدان. كويس. 3 فدان ده السوق اللي موجود حاليا يا فندم. سيادتك يا فندم سوق المقطم ده بيقع على محور مستشار عبد المجيد محمود الرابط ما بين شارع 9 وصلاح سالم. السوق ده يا فندم مساحته 6.8 فدان. محتويات السوق سيادتك 18 مبنى اعتبارا ابتداء من مبنى المعدني وده يا فندم فيه 40 محل خضروات وفاكهه واسماك ودواجن ولحوم واربع منشات نمطيه دور ارضي ودور اول. سيادتك امرت ان احنا نزود دور فبقى ارضي واول وثاني وعندنا يا فندم مبنى مخابز ومظلتين بقاع جاليين. اجمالي المحلات عندي في المشروع يا فندم 230 محل وباقي ال 18 منشاه عباره عن منشات خدميه من دورات مياه وكهرباء وغرف وغرف. واجهتنا يا فندم في المشروع هنا مصاعب ان الارض هنا كانت صخريه وبيها فوالق فعملنا دراسه يا فندم عشان نأهل الارض تكون صالحه معانا للانشاء وتم الدراسه يا فندم والتنسيق مع الحي ان احنا نربط المرافق وبالفعل ربطنا المايه والغاز والصرف والكهرباء وشغالين دلوقتي يا فندم في المرافق داخل السوق سيادتك. انا بس عايز اقول هنا واحنا فرصه ان احنا موجودين المحل اللي احنا مش عملناها اسواق فقط. تمام سيادتك. لا احنا عملنا المحلات دي عشان ايه؟ عشان نقول للناس اللي موجوده هنا في المقطم والمنطقه المحيطه بالكامل عندكم فرصه لاشغال مشغولات فنيه او حرف يدويه وغيرها. احنا هنخلص هنا ان شاء الله يا فندم. احنا ضاغطين عشان نبقى نكون ملتزمين بكلامنا مع سيادتك ان شاء الله 30/7 باذن الله. 30/7 باذن الله. كله باللاند سكيب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بالمباني ان شاء الله يا فندم. طيب هل في تواصل دلوقتي مع الناس بتوع العبور عشان النص جمله اللي احنا عاملينه ده؟ اكيد يا فندم. لكن انا بقول كده عشان لو جينا في شهر 7 نقوم نلاقي الدنيا شغاله. ان شاء الله يا فندم باذن الله. فندم سوق عمار بن ياسر فندم على مسطح 9 فدان. السوق يا فندم بيتكون من جزئين. الجزء الاولاني يا فندم هنقول 45,000 متر. ده حاجه كبيره جدا يا فندم. اه طبعا. تمام. منطقه السوق يا فندم التجاري ومنطقه النادي الاجتماعي. المنطقه يا فندم طبعا اتعملت عشان يبقى فيها يبقى متنفس لسكان المقطم سواء النادي الاجتماعي فيها انشطه رياضيه وتجاريه. احنا عاملين كده اتنين نادي محمد. تمام. واحد في عمار بن ياسر. تمام كده. تمام. واحد هنا. تمام سيادة. غير المناطق اللي انا قلت عليها المناطق اللي هي التنمويه اللي موجوده على خمس مناطق تنمويه على كده. تمام يا فندم. عندي يا فندم اجمالي عدد المحلات 151 محل بانشطه مختلفه بدايه يا فندم من الافران ومحلات الخضار والفاكهه والخضروات والدواجن واللحوم والحرف اليدويه. عندي يا فندم مبنى اداره السوق. عندي يا فندم دي كافيتيريا. طب برضه انا دايما بسال السؤال ده لما بكون في منطقه بقول لهم الناس بتعمل شغل بقول لهم بصوا انتم من خلال احتكاككم بالمواطنين تمام ايه اللي مطلوب ممكن نعمله نسهل نحسن سواء كان في الحركه او في مطالب الناس ها فلو في عندكم حاجه يا فندم. هو كان في تكدس مروري في المنطقه احنا راعينا ده في التصميم ان احنا عملنا باركات يا فندم كتير زي ما سيادتك شايف ساعه 200 سياره ده هيخفف يا فندم التكدس المروري في شارع عمار بن ياسر
والشارع اللي تحت يا فندم اللي هو شارع المقطم ده كده يا فندم باتجاه شارع 9. اللي هيبقى جاي يشتري اي حاجه يا فندم هيبقى في اماكن يركن فيها انتظار انتظار سيارات. نفس الكلام يا فندم، السوق هنا في اكتر من انتظار سيارات متوزع. اجمالي مساحه السيارات يا فندم 127 سياره. 127 سياره. ربنا يوفقك، ربنا يخليك. شكرا يا محمد، تحت امر سيادتك يا فندم. تحت امر سيادتك يا فندم. وايضا توقف سيادته في سوق عمار بن ياسر بحي المقطم. مساحه السوق 107 57 قول يعني قول 6 فدان ان شاء الله. الموقع يا فندم في شارع صبح حسين على بعد 1 كيلو من شارع 9. مكونات السوق يا فندم عندنا 95 محل، وفي عندنا 30 محل على الطريق باجمالي 151، لان عندنا هنا فندم في منطقه النادي في 20 محل على الشارع الرئيسي ده سيادتك. طب هنخلص امتى؟ كان المخطط فندم سيادتك ان احنا نخلص 30/10، بس ان شاء الله 30/8 باذن الله فندم. طب انا هقول لك على حاجه، انا عشان ابقى السوق ده ابقى مطمن عليه، انتم محتاجين كل الاراضي على شهر 8 او 9 وقت ما هتخلصوا المشروع ان شاء الله، تكون كل المحاور اللي رايحه ليه تكون اتوسعت وسفلتت. اوامر خدت بالك، مع شوارع المقطم كلها. اوامر. ماشي يا محمد، كل سنه وانتم طيبين. شد حيلك. شكرا. كما تفقد السيد الرئيس سير الاعمال في تنفيذ محور عبد المجيد محمود بطول 7 كيلومترات، والذي ينقل الحركه من محور الشهيد الى محور ياسر رزق بالمقطم، ومنه الى صلاح سالم ومحور الحضارات وصولا لكورنيش النيل، ويهدف الى تسهيل حركه المواطنين وتخفيف الضغط المروري على المواطنين. المحور ده احد المحاور من 3 محاور اتعمل وجد في المقطم، كان موجود في المقطم يا فندم شارع 9 بس، وكان في كميه تكدس مروري رهيبه. شارع 9 بناء على اوامر سيادتك تم الدراسه والعرض لسيادتك والتصديق، تم تطوير شارع 9 وصوله 6 حاره و6 حاره، وتم انشاء 3 محاور جديده، محور ياسر رزق، محور الكورنيش اللي هو طريق الكورنيش القديم، وسيادتك المحور هنا، فبقى في 4 بدل محور واحد بقى 4 محاور في المقطم. انا بس عايز اوضح هنا ان محور عبد المجيد محمود ده قصه ثانيه كبيره جدا جدا. ايوه فندم. هيعمل نقله كبيره جدا للحركه من محور الحضارات، مش كده؟ من محور حضرات يا فندم، من شارع صلاح سالم ومن كورنيش النيل لغايه يوصل لغايه مدينه نصر، وممكن منه للقاهره الجديده ومنه للعاصمه الاداريه الجديده. مش كده؟ فده عمل نقله، هيعمل نقله كبيره جدا يا فندم في السيوله المروريه في المقطم وفي الحركه المروريه في القاهره الكبرى كلها يا فندم. لان اول مره نطلع نعمل كده. ايوه فندم. اول مره نخلي المقطم عباره عن عقده مواصلات. تمام كده؟ ايوه فندم. طيب احنا هنخلص امتى؟ ان شاء الله يا فندم المنطقه احنا فيها ديت 10 ايام هتكون خلصانه، المحور بيتكمل يعني ان شاء الله يا فندم يعني اخر شهر 7. بصوا على شبكه الطرق العرضيه اللي بتربط ما بين 9 وهنا وياسر رزق. تمام ستة. عشان نعملها بالمره يبقى كده الحركه بقت متيسره جدا جدا، سواء كان على المحاور الرئيسيه دي او للناس اللي موجوده جوه. تمام سيادتك فندم، فعلا تبقى التعليمات سيادتك يا فندم، احنا بندرس حاليا وهنعرض على سيادتك، وبالاضافه لكده سيادتك كنت امرت ان كان في مشكله في الصرف الصحي في المقطم نفسه، وزاره الاسكان بتعمل خط صرف صحي جديد من المقطم لغايه الجبل الاحمر. انتم متابعينه اهم؟ متابعينه يا فندم، وان شاء الله تبقى التعليمات سيادتك هتخلص شهر 10 السنه دي ان شاء الله. السنه دي ده كلام كويس. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة المواطنين المصريين من السودان، تواصل أجهزة الدولة جهودها، من بينها تنفيذ جسر جوي لإجلاء المصريين. هذا بالإضافة إلى استقبال المئات عبر المنافذ البرية وتوفير عشرات الحافلات والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصرية للمساعدة في عملية الإخلاء الطبي لعدد من المصابين ضمن حملة دعم سلامة أولادنا بالسودان. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معبر أرقين الحدودي رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. رامي، ضعني في صورة المعبر وأحوال العائدين من السودان.
تحياتي لك ولكل متابعينا من معبر أرقين البرية الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان، ولا يزال المعبر في تلقي واستقبال العديد من الحافلات التي تقل المواطنين الوافدين والقادمين من الأراضي السودانية، تأكيدا على جهود الدولة المصرية في إجلاء الكثير من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى. ولو تحدثنا عن زيادة في هذه الأعداد التي تجاوزت 5000 مصري ما بين الإجلاء الجوي وأيضا الإجلاء البري، ولو تحدثنا عن أعداد أيضا التي تزايدت خلال الأيام السابقة والساعات السابقة من غير المصريين، نتحدث عن أكثر من 16,000 من 14,000 منهم من السودانيين و2,000 من الجنسيات الأخرى، نتحدث عن أكثر من 50 جنسية أخرى ل50 دولة قامت بالتنسيق مع الأجهزة المصرية ووزارة الخارجية المصرية التي تقوم بدور كبير وبتنسيق كبير من داخل الأراضي السودانية بعد إعادة تمركز السفارة المصرية بجمهورية السودان. وأيضا وضعت وزارة الخارجية المصرية العديد من نقاط التجمع للراغبين في العودة من السودان وأيضا لمن يرغب في مغادرة المدن السودانية، خاصة بالتواصل مع القنصلية المصرية في بورت السودان. نعم. للإجلاء البحري، وأيضا من يرغب في الإجلاء من قبل الإجلاء الجوي عن طريق مطار دنقلة. أما الإجلاء البري فيأتي في معبري قسطل وأيضا أرقين الذي يتواجد به الآن، وهذه الأعداد قابلة للزيادة ونحن الآن بصدد وفود العديد من هذه الحافلات. أما المشهد من داخل المعبر، نتحدث عن وصول الوافدين سواء من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى، وقامت هيئة المواني البرية والجفة بزيادة أطقم وأعداد الإداريين لمزيد من تسهيل أوراق التوثيق والتأشيرات على الوافدين. أيضا لو تحدثنا عن الجهود التي تقوم بها وزارة النقل والعديد من الأجهزة هنا في زيادة الشاحنات وأيضا الحافلات التي تقل المواطنين إلى جهات ومقاصد عديدة خارج المعبر، ولو تحدثنا أيضا عن مشاركة وتنسيق كبير جدا مع محافظة أسوان في تنظيم حركة القطارات مع هيئة السكك الحديدية لتلقي العديد من الوافدين سواء في حركة الذهاب أو العودة. هذه العملية التنسيقية والتنظيمية الكبيرة التي تشارك فيها العديد من الجهات المصرية. أما الدور الأبرز والأهم والكبير هنا يقوم به الهلال الأحمر المصري من خلال مراكز الإغاثة المستمرة أو الثابتة، وأيضا الفرق المتحركة الطبية والتي في زيادة مستمرة وزيادة في عدد الأطقم، وقيام بتنظيم الخيام الخاصة بالمؤن والإمدادات لتزويد الوافدين سواء بالوجبات والعصائر والمياه، وأيضا المساعدات وأيضا المساعدات الطبية وأيضا المساعدات الإنسانية، ونتحدث عن حقائب الإسعافات الأولية والتواصل مع الأسر من خلال الدعم النفسي لكل من هو وافد إلى الأراضي المصرية. نعم. إذن هي جهود حساسة تقوم بها الدولة المصرية في ظل هذه الأزمة. هذا هو المشهد هنا. نعم رامي، يعني إلى جانب هذه الجهود الحساسة التي تقوم بها الدولة المصرية لتسهيل عمليات العبور للعائدين من السودان سواء من المصريين أو من الدول الصديقة والشقيقة، هل لديك بالتقريب ربما بعض الأرقام التي تتحدث عن من عبروا فعليا من معبر أرقين الحدودي إلى الأراضي المصرية؟ لو تحدثنا عن الوافدين والقادمين سواء من المصريين أو غير المصريين، نتحدث عن أكثر من 16,000 من غير المصريين سواء منهم 14,000 من السودانيين و2,000 من جنسيات أخرى. كان آخر هذه الجنسيات نتحدث عن أفواج قادمة من دولة جنوب إفريقيا وأيضا دول شرق آسيا والعديد من الدول التي قامت بالتنسيق مع الخارجية المصرية لتلقي الوفود القادمة وللإجلاء من المدن السودانية. نتحدث عن تنسيق كبير جدا بين عدد من الوزارات لدول كثيرة وأيضا مع وزارة الخارجية المصرية للتوافد إلى معبر أرقين ومعبر قسطل. هذه الجهود التي تمت عن طريق الأرقام والخطوط الساخنة والإغاثية لإجلائهم في مناطق تجمع بعد تعديل وزارة الخارجية لهذه المناطق والأماكن سواء بالإجلاء الجوي من قبل من مطار دنقلة في السودان أو أيضا الإجلاء البري عبر معبر قسطل
وايضا معبر أرقينا الذي يتواجد به الان، او حتى عن طريق العبور والاجلاء البحري من خلال ايضا القنصليه العامه لجمهوريه مصر العربيه في الخرطوم، وعن طريق هذه القنصليه سواء في الخرطوم او في بورت السودان للاجلاء البحري. هذا هو المشهد التنسيقي، وايضا فيما يخص الوفود التي لا زالت مستمره في القدوم الى معبر أرقينا البري الذي يتواجد به الان. أشكرك جزيل الشكر رامي محمد عن هذه الصورة من معبر أرقين الحدودي، مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من هناك. تتابع وزارة الخارجية عملية إجلاء المصريين من السودان. وتهيب الوزارة بالمواطنين المتواجدين في السودان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى مناطق تجمع محددة، وهي القنصلية العامة المصرية في بورت السودان ومعبري قسطل وأرقين، حيث تستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات المواطنين الراغبين في العودة لأرض الوطن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. رحب الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول اللجنة الرباعية بتمديد وقف إطلاق النار في السودان لمدة 72 ساعة من قبل الأطراف السودانية. ودعت الأطراف الدولية إلى التنسيق من أجل إجراء حوار لوقف أكثر استدامة للأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. هذا وأعلنت القوات المسلحة السودانية أنها صدت هجوما وصفته بالفاشل لقوات الدعم السريع بمنطقة جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم. إلى ذلك قال رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن قوات الدعم السريع تتخذ من المواطنين السودانيين دروعا بشرية، مضيفا أن الجيش السوداني يستطيع حسم المعركة في وقت قصير جدا، لكنه يعمل على الحفاظ على البنية التحتية وحماية المدنيين. كما أشار البرهان إلى سيطرة الجيش السوداني على كل أنحاء البلاد باستثناء بؤر قليلة في منطقة دارفور. أكد وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف أن الاستعدادات للهجوم المضاد للجيش الأوكراني شارفت على نهايتها. وخلال مؤتمر صحفي في كييف قال ريزنيكوف إنه تم التعهد من جانب الدول الأوروبية بمعدات أصبحت جاهزة وسلمت جزئيا، مؤكدا جاهزية قواته. Fourth generation plus plus fighter jet is a part of air defense systems. But right now إلى ذلك قال وزير الدفاع الروسي سيرجاي تشويغو إن الصراع في أوكرانيا يؤكد تركيز الولايات المتحدة وحلفائها على استفزاز دول أخرى في محاولة لجريها لمواجهة عسكرية مع روسيا والصين. في كلمته خلال مشاركته في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شانغهاي للتعاون في نيودلهي، أضاف شويغو أن الهدف الحقيقي من هذه السياسة التي تتبعها واشنطن هو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا وتشكيل تهديد للصين والحفاظ على مكانتها الاحتكارية في العالم على حد وصفه.
تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية السيد رئيس الجمهورية، وقد أعلنت عن مد فعاليات هذه المبادرة لمدة شهرين لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية، والموضحة على موقع وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي أعلنت الوزارة مد فعالياتها لمدة شهرين اعتبارا من نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. المبادرة دي كانت هايلة من ساعة ما ابتدت، واحنا يعني اتفقنا خير ان هي تمدد شهرين كمان، وعلى اساس كده جهزنا عروضنا، وكل الحمد لله السلع الاستراتيجية موجودة باسعار كويسة جدا، على الرغم من الأزمة العالمية اللي بتأثر على كل دول العالم وخاصة الشرق الأوسط، بس الحمد لله كل السلع موجودة وباسعار كويسة جدا. والله المبادرة بصراحة جت في وقتها، يعني بالنسبة للأسعار اللي موجودة هنا لما تيجي تقارنها باي اسعار بره لا فرق جامد صراحه. المبادره ديت بنشكر الرئاسه ووزاره الداخليه على المجهود دوت، ونتمنى ان هي تستمر على طول. وتشارك في هذه المرحله 28 سلسله تجاريه باجمالي 1211 فرعا على مستوى الجمهوريه. وقد أشاد المواطنون بحرص الوزارة على مد فعاليات المبادرة مع توفير السلع بجودة عالية وبتخفيضات كبيرة ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. دي حاجة كويسة جدا من سيادة الرئيس بنشكره عليها، إن هو كمان بيمدها كل فترة. جيت هنا لقيت كل المنتجات هنا عليها خصومات فعلا، وإن المبادرة فعلا شغالة ومستمرة لسه. استفدت طبعا من المبادرة، بشتري طبعا الحاجات الاستراتيجية دي على طول بالاسعار اللي انا على قد يعني، لان هي بره موجوده باسعار اغلى بكتير. ما بنعرفش نشتري حاجه من بره، لكن هنا بنلاقي كل احتياجاتنا بسهوله وكل الاحتياجات متوفره. بنشكر سياده الرئيس على المبادره لانها فعلا فادت كل المصريين. شكرا يا رئيس. كما تم اقامه 4 معارض رئيسيه تتوفر فيها كافه انواع السلع بجوده عاليه واسعار مخفضه. هذا في الوقت الذي تواصل فيه منظومه امان التابعه لوزاره الداخليه مشاركتها في المبادرة من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، موضحة على موقع الوزارة على الإنترنت. وتأتي المبادرة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتي تؤثر على أسعار السلع. تواصل ومد فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية إنما هو تأكيد واضح من وزارة الداخلية على أهمية دورها الاجتماعي الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ففي إطار المبادرة يتم توفير كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية في السلاسل التجارية والمنافذ والشوادر المشاركة فيها على مستوى الجمهورية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. تواصل الصوامع وأشوان استلام محصول القمح لهذا الموسم من المزارعين، ذلك لمدة 3 أشهر من خلال لجنة تم تشكيلها لاستلام هذا المحصول.
بجهود تنظيمية كبيرة ودقة عالية يتواصل موسم حصاد وتوريد القمح في معظم محافظات الجمهورية. ففي بني سويف واصلت الصوامع والشؤن استلام محصول القمح لموسم 2023 من المزارعين، وذلك لمدة 3 أشهر من خلال لجنة تم تشكيلها لاستلام محصول القمح، حيث تقوم اللجنة بفرز الأقماح الواردة وإعطاء درجة النقاوة. الحمد لله احنا النهاردة في بدايات استلام القمح من المزارعين المصريين، والحمد لله بنقدر نوفر ثمن المحصول القمح السنة دي في خلال 48 ساعة، والحمد لله النهاردة في موسم 2023 موسم مبشر بالخير إن شاء الله لمصر كلها بإذن الله. واستعدادا لهذا الحدث الهام، شكلت مديرية تموين بني سويف غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية على مدار الساعة، وبالاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة والوزارة لضمان جاهزية كافة مواقع الاستلام. ويبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام داخل المحافظة 126,155 فدانا بمستهدف توريد 227,000 طن هذا الموسم. وكان المزارعون قد حضروا ندوات إرشادية تم تنظيمها لتوعيتهم بأفضل أساليب الزراعة والري، بما يساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان وتوعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشؤن. اهتمام جامد جدا بزراعة وإنتاج القمح في على مستوى الجمهورية وخاصة في محافظة بني سويف. احنا الحمد لله رب العالمين زارعين السنة دي حوالي 126,000 فدان. ان شاء الله عندنا شؤن وصوامع متوزعة توزيع جغرافي على مستوى المحافظة بصورة جيدة. وتحظى عملية تداول الأقماح بمتابعة كبيرة ومرور ميداني مستمر للسيطرة وإحكام الرقابة عليها ومنع خروج المحصول خارج نطاق المحافظة ومنع تداوله بشكل غير قانوني. هي إذن جهود كبيرة تبذلها الدولة لضمان توريد أكبر قدر ممكن من محصول القمح في جميع المحافظات لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
بأخبار الطقس مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية بالقاهرة لمتابعة جهود إنشاء عدد من أسواق نصف الجملة في إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار. ترحيب دولي بتمديد وقف إطلاق النار في السودان لمدة 72 ساعة وسط مناشدات بضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وزير الدفاع الروسي يقول إن واشنطن وحلفائها يعملون على جري دول أخرى لمواجهة عسكرية مع موسكو وبكين. نهاية نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة يتواصل معكم والإعلامية هدير أبو زيد. مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا هبة، مساء الخير يا رجائي، يعني جمعة سعيدة كده علينا كلنا، والحمد لله على السلامة من أجازة العيد للناس كلها. عملت إيه في كحك العيد يا هدير؟ سافرت مع أولادي، وأول يوم كان عندي شغل. كحك العيد يا هدير. أعتقد أنت لسه دايق كحك العيد. هدير يا جماعة هدير جايبة لينا كحك عظيم جدا، صغير جدا ومعمول بيفكرنا بكحك بتاع ستي وستك كده زمان. فاه والله، وزميلنا في المخرج زميلنا عمرو زكريا بيقول ان هو ما شافش حاجه. ما رجائي خلصوا كله. الف حن على قلوب. انا يا جماعه خلصت قبل الهوا الصراحه. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا هديره. بشكر كل صناع نشره التاسعه، واستاذنكم نبدا برنامج التاسعه.